بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله ابناء الطلاب في درس جديد من دروس التربيه البدنيه والدفاع عن النفس سنتحدث اليوم باذن الله عن وحده كرة الطائره تحدثنا ايضا في الدروس السابقه عن بعض المهارات الاساسيه في هذه اللعبه وحديثنا اليوم عن احد انواع الارسال وهو الارسال من اعلى المواجهه في لعبه كره الطائره، تعرفنا ونذكر ايضا بالمهارات الاساسيه في لعبه كره الطائره من خلال الارسال كاول المهارات الاساسيه، ومن ثم الاستقبال، ولدينا ايضا انواع كثيره في الارسال والاستقبال كذلك، ومن ثم الاعداد او التمرير، كذلك لدينا اشكال كثيره من الاعداد والتمرير، ومن ثم اداء الضربه الساحقه. وحائط الصد واخيرا الدفاع والتغطيه، هذه المهارات الاساسيه في لعبه كره الطائره، سنتحدث عن احد هذه المهارات، ونوع ايضا من هذه الانواع، ومثل ما ذكرنا لكم راح نتحدث فيه باذن الله عن الارسال من اعلى المواجه في لعبه كره الطائره. دائما مثل ما تعودنا في دروس التربيه البدنيه والدفاع عن النفس، كن جاهزين ومستعدين لبدايه تمارين الاحماء تهيئه الجسم لممارسه النشاط الرياضي وكذلك تنميه وتطوير بعض عناصر اللياقه البدنيه المرتبطه بالصحه وكذلك المرتبطه بالاداء وايضا حمايه باذن الله من حدوث الاصابات اثناء ممارسه النشاط اتمنى نكون جاهزين ومستعدين راح نبدا باول تمارين الاحماء من خلال المشي في المكان ما ذكرنا وتعرفنا ايضا على طريقه المشي في المكان في الدروس السابقه من خلال رفع الركبتين وحركه الذراعين ايضا بجانب الجسم واستقامه الظهر ممكن داخل الغرفه وحتى في فناء المنزل اينما كنت تشاهد الدرس تقوم بالمشي في المكان وتستمع ايضا الى التعليمات اثناء المشي. نبدا دائما نهيئ انفسنا بالتدرج في اداء هذه التمارين ممكن نقوم بالمشي في المكان 30 إلى 40 ثانية، قد نصل أيضاً إلى دقيقة ومن ثم نبدأ في التمارين الأكثر صعوبة أيضاً والأكثر شدة والأعلى شدة عفواً أثناء ممارسة التمارين. بعد ما ننتهي من المشي في المكان راح ننتقل للتمرين الثاني مع بعض، الجري في المكان كذلك، رفع الركبتين وحركة الذراعين أيضاً بجانب الجسم واستقامة الظهر أيضاً أثناء أداء التمرين. انتهينا من المشي في المكان يا أبطال. نستعد نتهيأ لبداية التمرين الثاني وهو الجري في المكان بنفس الوضع مثل ما نشاهد ونبدأ مع بعض واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تسع عشر أحسن يا أبطال واحد اثنين ثلاث 4 خمس، ست، سبع، ثمان، 9 10 ونريح ممتازين يا شباب خذ نفس شهيق وزفير فتره ممكن ايضا نعمل بعض تمارين الاطاله من خلال مسك القدم سحبها للخلف ولاعلى محاوله التركيز دائما على نقطه واحده اثناء الاداء تمرين اطاله لعضله الفخذ الاماميه تبديل كذلك للرجل الاخرى بنفس الوضع محاولة حفظ الاتزان خلال التركيز على نقطة واحدة أثناء أداء التمرين انتهينا راح نرجع ونكرر أيضا نفس التمرين جري في المكان ورفع الركبتين عاليا وابدأ واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تس 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ونريح ممتازين يا شباب ناخذ نفس شهيق وزفير ممتازين يا شباب ناخذ فتره راحه ونستعد ونتهيأ ايضا للتمرين التالي مهمه جدا فترات الراحه ما بين التمارين ما بين التكرارات كذلك قدرة على الاستمرار في الأداء فترة أطول شاهد التمرين التالي فتح ضم القدمين بالوثب باستمرار وحركة الذراعين أيضا فوق الرأس واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تس عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تس عشر نكمل يا أبطال واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ونريح نعمل يعني بعض التمارين الإطالة عضلة الذراعين مسك اليد من جهة المرفق سحبها باتجاه الجسم مهم أيضا تهيئة الجزء السفلي والجزء العلوي كذلك ممارسة لعبة كرة الطائرة حتى لا تحدث لنا إصابة أثناء ممارسة النشاط تبديل كذلك لليد الأخرى بنفس الوضع سحبها باتجاه الجسم العودة مرة أخرى نكرر نفس التمرين نوثب في المكان فتح وضم القدمين وحركة الذراعين أيضا فوق الرأس نبدأ يا أبطال واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تسع عشر نكمل يا ابطال واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ونريح ممتازين يا شباب ناخذ نفس مشي خفيف في المكان ممكن ايضا تناول كميات بسيطة من السوائل تعويض ما يفقده الجسم ايضا اثناء ممارسة النشاط شهيق وزفير ناخذ نفس. ماشي خفيف في المكان ونستعد نتهيأ أيضا للتمرين التالي نشاهد مع بعض التمرين تمرين في توافق عضلي عصبي أيضا إطالة متحركة وتقوية العضلات الرجلين من خلال محاولة لمس القدمين بالتبادل اليد اليمنى مع الرجل اليسرى والعكس كذلك أثناء أداء التمرين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر نكمل يا أبطال واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر مجموعة الأخيرة واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر ونريح ممتازين يا شباب شي خفيف في المكان شيء وزفير ناخذ فتره راحه مهمه جدا ايضا فترات الراحه مثل ما ذكرنا لكم نقدر نستمر في الاداء فتره اطول راح ننتقل ايضا بعدها الى تمرين تقويه لعضلات البطن من خلال الجلوس على الارض واتخاذ الوضع المناسب ايضا لبدايه هذه التمارين نشاهد مع بعض طريقه جلوس ثاني الركبتين استرخاء كامل على الظهر ووضع الكفين بجانب الوجه وتمرين تقوية العضلات البطن العلوية من خلال الثني الخفيف ولا يكون هناك ثني كامل أثناء الأداء واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تس عشر نكمل واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تس عشر ونريح استرخاء كامل على الظهر فرد الذراعين بجانب الجسم ناخذ فترة راحة ممكن نعمل أيضا بعض تمارين إطالة العضلات البطن راح نرجع ونكرر نفس التمرين يا أبطال مرة ثانية مع بعض بنفس الأداء واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع 10 ونريح تازين يا شباب أخذ فترة راحة ريح الجسم فيها استرخاء كامل على الظهر أخذ فترة راحة أيضا نستعد نتهيأ لدينا تمرين آخر لتقوية عضلات البطن بشكل كامل دائما أداء هذه التمارين يكون بشكل تدريجي كذلك ممكن استخدام بعض الأدوات البسيطة الموجودة في المنزل من خلال الكورة الطبية او بعض الكور التي تساعد اثناء اداء التمرين ممكن الاستعانة ايضا باحد افراد الاسره من خلال تثبيت القدمين على الارض واداء التمرين بشكل صحيح ايضا استخدام وزن الجسم بدون استخدام الادوات اذا لم تتوفر قد تقوم باداء هذه التمارين نشاهد مع بعض التمرين التالي من خلال اتخاذ الوضع المناسب بوضع الكفين اسفل الجسم ووضع شكل الدراجه اثناء اداء هذا التمرين واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تس عشر واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سابع ثمان تس عشر نكمل يا أبطال واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان 9 عشر،, عشر،, عشر ونريح تازين يا شباب على القدمين قف ناخذ نفس شهيق وزفير عودة نبضات القلب إلى وضعها الطبيعي كذا نكون انتهينا من تمارين الإحماء لدرس اليوم مهم الاستمرار في أداء هذه التمارين من ثلاث إلى خمس أيام في الأسبوع كذلك زيادة شدة هذه التمارين بشكل تدريجي حتى يتم الحفاظ على الصحة العامة ورفع أيضا مستوى اللياقة البدنية بشكل عام لعناصر اللياقة البدنية انتهينا من تمارين اللحمة تعالوا خلونا نتعرف على موضوع درس اليوم قبل أن نتعرف على موضوع الدرس لدينا أشياء مهمة يجب مراعاتها لتحقيق معيار الأمن والسلامة لا بد من مراعاة الطلاب الذين يعانون من ضعف في عضلات الرزق والأصابع نعطاهم تمرينات تقوية للعضلات قبل ممارسة النشاط الاهتمام بسلامة الأدوات المستخدمة مثل الشبكة والكرة وأرضية الملعب، كذلك التأكد من استخدام الحذاء المناسب عند أداء دروس هذه الوحده التعليميه. الإرسال من أعلى المواجهه يعتبر أكثر أنواع الإرسال استخداما في المباريات خصوصا لدى اللاعبين المتقدمين. أيضا يعتبر إرسالا هادفا يستطيع اللاعب من خلاله التحكم بدقه في توجيه الكره للمكان. المناسب أو باتجاه لاعب معين أثناء الأداء يساعد في إرباك الفريق المنافس لصعوبة استقباله بشكل جيد إذا آه هذا هو الإرسال من أعلى المواجهة وأيضا يكون للاعيبه المتقدمين في هذه اللعبة نشاهد ممكن في المرحلة الابتدائية تعلمت على الإرسال من أسفل المواجهة وهو للمبتدئين حتى يتم إتقان عملية الإرسال ثم انتقل الى الانواع الاكثر صعوبه والتي تسبب ايضا ارباك للفريق المنافس ويمكن من خلالها مباشره كسب النقاط من خلال تعلم هذه النقاط الفنيه واداء الارسال بشكل جيد، مهم جدا تعلم الارسال من اعلى المواجهه حتى يتم الاستفاده بشكل اكبر من لعبه كره الطائره وكسب النقاط بشكل مباشر. يعتمد أداء هذه المهارة على النواحي الفنية التالية مرحلة تمهيدية مرحلة تهيأ فيها اللاعب لأداء الإرسال وتكون من خلال ما نشاهد في الصور من خلال الاستعداد ووضع الكرة على كف اليد الأخرى لو كان اللاعب يرسل باليد اليمنى نشاهد وضع الكرة على اليد اليسرى وراحة اليد اليمنى واستعدادها وتهيئها لأداء الارسال، لدينا المرحلة الأساسية كذلك وهي عملية رفع الكرة لأعلى ومغادرتها لليد، ومن ثم ثني مرفق اليد اليمنى والاستعداد لأداء الارسال، والمرحلة الختامية وهي المتابعة والدخول إلى أرضية الملعب بعد أداء الارسال، سوف نتحدث عن هذه المراحل بشكل تفصيلي في الشرائح القادمة. المرحله التمهيديه يقف اللاعب خلف خط الارسال في نهايه الملعب وهي منطقه الارسال قدمان يكون تكون باتساع الحوض قدم او قدم متقدمه عن الاخرى مع توزيع ثقل الجسم على القدمين بالتساوي هكذا يكون وقوف اللاعب في المرحله التمهيديه يحمل الطالب الكره على راحه اليد غير الضاربه امام الحوض مثل ما ذكرنا لو افترضنا اللاعب يؤدي الارسال باليد اليمنى يكون حمل الكرة على راحة اليد اليسرى مثل ما نشاهد في الصورة والعكس كذلك للاعب الذي يقوم بأداء الإرسال باليد اليسرى. ركبتان منثنيتين قليلا، الجذع مستقيم والنظر للأمام لمكان توجيه الكرة. هذا بالنسبة للمرحلة التمهيدية في الإرسال من أعلى المواجهة. المرحلة الأساسية وفيها يرمي الطالب الكرة لأعلى أمام كتف اليد الضاربة وهي اليد اليمنى مثل ما ذكرنا لكم والعكس أيضا للاعب الذي يقوم بالأداء باليد اليسرى تمرجح اليد الضاربة للخلف مع ثاني مفصل المرفق ورسغ اليد ويقوس الجذع خلفه ينتقل مركز ثقل الجسم على القدم الخلفية قبل ضرب الكرة وترتفع اليد الضاربة إلى أقصى مدى لها لأعلى لتقابل وتضرب الكرة من الاعلى والخلف واليد تكون مفتوحه، ينتقل ثقل الجسم للقدم الاماميه عند ضرب الكرة، هذه المرحلة الأساسية والمرحلة المهمة اثناء أداء الإرسال من أعلى المواجهة ونشاهد بالصور أيضا توضيح تلك النقاط. المرحلة الختامية النهائية نشاهد فيها بعد تنفيذ الإرسال تكون الذراع الضاربة مفرودة لأعلى ومائلة للأمام قليلا وفيها ينتقل مركز تقل الجسم من القدم الخلفية للأمامية ويدخل اللاعب بالقدم الخلفية إلى أرض الملعب لمتابعة اللعب بعد أداء الإرسال نشاهد هنا الاستعداد والتهيؤ للاعب متميز في لعبة كرة الطائرة استعداد والتهيؤ من خلال حمل الكرة على راحة اليد اليسرى واداء الارسال باليد اليمنى من خلال اتباع النقاط التي ذكرناها في الشرائح السابقه، نشاهد اداء الارسال من الثبات هنا يؤدي الارسال لكن ينقص عليه المتابعه والدخول لارضيه الملعب، نركز ايضا هنا على النقاط الفنيه التي ذكرناها من خلال تقديم احد القدمين للامام، النظر باتجاه المكان الذي سيرسل اليه، حركه الذراع كذلك لاداء الارسال ورفع الكرة عاليا مهمة جدا متابعة تلك النقاط التي تحدثنا عنها خطوات التعليمية لتعلم المهارة وتطويرها لدينا بعض الخطوات تساعدنا في تعلم المهارة نقوم بالانتشار الحر تحرك في المكان بدون كرة وأداء الإرسال بدون استخدام الكرة لأخذ الإحساس بالمهارة وطريقة مرجحة الذراع وحركات القدمين نشاهد هنا الأداء يكون بدون استخدام الكره لمحاولة تعود اللاعب وتعود الطالب على أداء الإرسال بدون استخدام الكره من خلال حركة اليد وأداء الإرسال وتخيل شكل المهارة والإحساس بالمهارة، ومن ثم يأتي بعدها استخدام الكره بشكل تدريجي حتى يتم إتقان الإرسال من أعلى المواجهة. كذلك رمي الكره هنا يستخدم الكره يرميها باليد الأخرى لمسافة مناسبة ناحية اليد الضاربة ثم يلتقطها ويمسكها مرة اخرى، هنا لا يكون ايضا اداء الارسال، يقوم برميها فقط والتقاطها ومسكها مرة اخرى للتعود على التوقيت المناسب وعملية رفع الكرة لاعلى لاداء الارسال. كذلك لدينا الخطوات التعليمية رميها باليد الاخرى لمسافة مناسبة ناحية اليد الضاربة وضربها والذراع مفرودة، هنا يبدأ يدخل في اداء الإرسال من أعلى بشكل تدريجي من خلال ضرب الكرة والذراع مفروض ممكن أيضا أداء المهارة عن طريق كرة معلقة على ارتفاع مناسب يقوم باتخاذ الخطوات وأداء الإرسال من أعلى المواجه والكرة معلقة كذلك ممكن أداء المهارة بين زميلين المسافة بينهم ثلاثة متر بدون وجود الشبكة وقد نزيد المسافة تدريجيا حتى تسعة متر حتى يكون هناك أداء للإرسال من أعلى المواجه بشكل جيد باتخاذ النقاط الفنية التي ذكرناها خلال الدرس ممكن هنا أداءها بدون وجود الشبكة وبعدها قد أيضا نضع شبكة أو حبل على ارتفاع مناسب وأداء الإرسال وزيادة المسافة أيضا بشكل أكبر هنا نلاحظ أن نفس الخطوة السابقة وجود الشبكة وحبل بارتفاع 2 متر عن الأرض ونزيد أيضا الارتفاع إلى 2.43 متر وهو الارتفاع القانوني لشبكة الكرة الطائرة كذلك ممكن أداء الإرسال من الحد النهائي للملعب ثم تغيير المكان في كل مرة مرة من جهة اليمين مرة من جهة اليسار ومرة من المنتصف أثناء أداء الإرسال من أعلى المواجهة من الخطوات ايضا ممكن ان نضع بعض الاطواق والاقماع في ملعب الفريق الاخر ونرسل الكره باتجاهها لزياده الدقه اثناء الاداء ونزيد هنا الصعوبه اثناء اداء الارسال من اعلى المواجهه ومن خلالها يتم تعلم ايضا دقه توجيه الكره باتجاه المكان المناسب نشاهد الاداء مره اخرى من خلال اتخاذ الاوضاع او النقاط الفنيه التي ذكرناها في الدرس رفع الكره استقامه الظهر تقوس للخلف اثناء الاداء واداء الارسال من اعلى المواجه من الثبات بكذا نكون انتهينا من درس اليوم تعرفنا على الارسال من اعلى المواجه في لعبه كره الطائره اهم النقاط الفنيه في هذه المهاره وكذلك بعض الخطوات التعليميه التي تساعدنا في تعلم المهارة ممكن مشاهدة بعض المباريات لابطالنا الدوليين والمحليين ايضا في هذه اللعبة حتى يتم اتقان هذه المهارات ومعرفتها بشكل اكبر ومن ثم تمثيل احد الاندية والوصول للمنتخبات ورفع اسم المملكة عاليا في المحافل الدولية والعالمية نشكر لكم حسن استماعكم وبإذن الله نلتقي في درس قادم